وهاتي كاع بغيتي تتزوج مين غتجيبها؟ نجيبها من هنا من كازا، كازا ما طلعش لك، علاش؟ حيت قريبة لدارهم، غدا جي عند امها، فين كنتي؟ أنا عند ماما، طن ماما مريضة، طيبت ليها، نجيبها من الجبل، قال لك عارفة الغابة أكثر من الحلوف، غنجيبها من الشلوح، يحركوا لحبك شي مجمر تشوكا، سميتك تنساها، غنجيبها من العروبية، أباها سكير، الله يحبك تعيش معاها العذاب، نجيبها من الشمال، شمال والله لا عطاوها لك، تما كيزوجوها لبعضياتهم، غنجيبها من الصحراء. وعدا قد القعرة والله ما كان عندك قبضة توقع القولة لا شافت فيك وهاي تزوجات بك والله ما وصلت للمعدة تطلقت ناخذها مطلقة ومطلقة حافظة تقابي عارفة القانون داكشي ديال النفقة ودونة أسرة تروح معاها شي فليكيش تقول لك طلقني ودي لحبك الممتلكات تبارك لك هذا الدس ناخذها قصيرة والله يحبك اللي شافك الوكيل خمس سنين نافذة قد سبيري ما تخرجش ولا القرض في الترامواي تزوج بيسرى المخلصة يسرى حرام وكدور في العظام والله يحبك تخربق لك السيستم واعطيني مراتك شتي تخسر الهضرة وماشي شي الصرا هضره انت اللي حرمتي ليا كاع بنات المغرب ما شايتي ليا والو دابا الدراري بالرجوله لقيت راسي انني هاد القصه هادي واجب عليا وضروري اوبليجي خصني نقول لكم هاد القصه هادي واللي وقعت لي هاد القصه هادي ماشي قديمه غير العكس جديده يلاه شي شهرين باش وقعت هاد القصه فكما تعلمون جميعا الاخوان هو انني الحمد لله الدويره راه كاينه الطوموبيله هي السيركيلاسيون البشريه فهمتي فين شق عليا المغرب تادغل بحبو فمن وصلت ل 31 سنه الحمد لله تصوفينا حضرنا ديك البريط ما بالرجوله فقلت نتزوج فهاد العامين كامله الدراري ماشي نازله ودني واش لعبه كنقلب كندور كنفتش كنتادغل على بنت الناس باغي نجيب شي بنت الناس حال هاله طيبه تكون بنت الناس ودريويشه وتعيش معايا الحياه مبرعها ملي قلت لك مبرعها بهذه الطريقه الا هو التبارع الدراري بارون وقام القيشاش مشيت لوزان مع السيمو بانيني العيبات عيطت تما نيت وزان راه بلاد الوالده الله يرحمها تروال تما تادغلت وقلبت كيقول لك حتى يطيروا البنات تما ما تيبقاوش مع بنات ديال الجبل يطيروا بهم خفا حداقه والاناقه والترافق والزين فهمتي ما تيبقاوش ماشي شيطان فانا قلت صاحبي حيد ما كتبت في وزان ران تادغل على نواحي ديال التيرودانت والتواشه تما نقدر نجيب شي بنت الناس تما الشلحه واللعيبه غاتعيش معك هي الحياه فانا غادي كنت العين سبع عند هذوك مول المقايله الجديده انت مابقاش دابا دايره واقع الله اعلم فكنت نلقى مع واحد خونا تسمع الهضره ديالي واش مرحبا تقول اه ملعوبه من زمان طن مني منك جاب ديال الهضره فط انا الله جيت من وزان والتواشه تنقلب على شي بنت الناس ويقول لي تاه مخلي الزين صاحبي تمايا وجاي صاحبي تي ما لقيت والو صاحبي قال لا ضروري خصك تقلب وتلقى بنت الناس سمو غتدخل وغنمشي معاك انا وما يكون غير الخير نري يدي هضر معايا بحال هاد الهضره هادي صافي فلان حتى فلان تيبان موازن فالعمر ديالو تقريبا 31 سنه فهمتي كيبان لك وازن طوله وجريده ووقفه خونا غيقدر الغراض زعما بينا عليه في وجهه انه غيقدر الغراض صافي علاش مشينا للتيرودانت ولا بالك انا باغي من تروال نواحي تما الالعاب بلاد الوالده نمشي معاه نقدر نجيبوها باروج كنهضر معاه حتى كنلقى فلان مزوج ايوا صافي فلان عنده خبره عنده تواشه ايه ما علينا انت غنديروا الديبار قال لك ان شاء الله السبت غنديروا الديبار غناخذ هذا الكونجي باغي يمشي يدفع لا كارطا سيما تما ولعيبات باغي يقاد الاجواء صافي الفكره ديال اني نمشي للتيرودانت حيدتها قلت ارانت ادغل ما حبوا دابا في هذا الوزان هذه والادغال السبت يجي عنده داش مع البصر فلان فلانيه فين تلاقينا عاد مولا مقايله من تما درنا الديبار وصلنا تما قلت لكم الدراري يقول لك كونيكسيون ما عنديش غنطلع نشارجي كونيكسيون قلت يقولوا لي في الاول فين السبعه صاحبيكم شارجينا قال لك احنا دابا احنا تما طن صاحبي طلعت على حديقه الحيوان الالعاب شينا كنقلب واحد من الحانوت عارفين مرحبا ملعوبه هذه زعواشر الناس كنخلق معاها كل شيء بالرجوله مشينا دخلنا واحد الدرب تما تغنى فيه خدينا شي عبيه قلت باش نخرجوا منه بالسوسين كشيفه صاحبي خرجنا بقينا غاديين في الطروت حط العاصي نطلع معاها باش نمشيو للطروال ديريكت تلفني بالهضره شويه فتنه ما كايناش 10 متر واش فتنه قلت لي فتنه الطلعه دار الدكا ناري خونا غني بالروج ولا يهما طيح فوق السداري ولا في مفزك السروال ما بت والو بقينا غادي خرجنا مره بعد العشيه وبقينا عشي جارين بقينا متغليين من هنا جيكم هنا خدي خويا غنخدم المافس دابا صاحبي زكا قلت فاش تخدم مافس ها راه ود بلاد هذا واش تكدوخ تخدم المافس حنايا حنا ما كاينينش تا ولا بعد غلا هبي في الغابات والتلال والجبال وغلت طاحت علينا الظلمه بقى كيبان والو دخلنا وسط واحد الغابه والشجر وحق الله العظيم عذاب الدراري فتصادق نخدم دابا المافس نقول يا خدم المافس خدمت مع سوال الكونيس ما شداتش قلت راه ما شداش راه الريزون هنا هو التيري في صافي راه باقي عاقل شويه كتجي ديك الغبره فهمتي هنايا سير نيشان دخل لي لواحد الحق الحب وكله حفاري والعيبه تمينا غادي ويبان ليه واحد الجن بقى لا الجن شافو بوحدو قال لي تنري ترى الجن صاحبي لابسه البيضه طالعه في الشجر تمينا غادي ما فهمتش باش نسي الهضره بدي جابد مع الموضوع طن ويقول لي انا راه وقع لي البلان وطلقت نري بحال ضرب شي حبه بشي ماء على الراس طن تاوات انا مبني مع من غادي يهز صافي طيب وقلنا جر خويا الرويض نوصلوا لها نشوفوا شنو كاين غادي صافي متشبت بالامال وغا صافي دخلنا مع الدوار ديالهم ما عرفتش حبوا بو اسلا ولا شي لعيب بحال هاد السبيد صاولتني مو اختو ولدها خوه طلعت فوق السده التواشه كاين واحد البيت تما مدغل طيحنا مع تما
صافي قلنا نعطوه خلوه الراحه ديالو اليوم يهضر مع الوالده اختو والعيبات ايش الحياه شويه يلا جا صافي ريحت انا غادي معايا ب 120 حلقه ديال الون بيس تيليشارجيها بغا ندوز بها حبه السيمانه فهمتي حيت تما ما كاينش الريزوار والقضيه مقتوله فغد ليه وانا نقول الطن فلان اصلا نبالي ونفاريو قال لي صافي شوف وناني دابا غادي نشوفك واحد بنت الناس الحداقه والظرافه والاناقه وهذه غتعيش معاك تيسير على الله طن مشى خونا مع الجا واش جات 12 ديال الخل حب مردوم بوحدك قلت شاف الون بيس اش عندك يبان لي خونا عيني ديري نفك ندير لي متقوعه اخواني ما تعرفش بربوقه ولا مصور خلاها شي شقوفه ما تما راه بلاد الشقوفه بلاد الهان شي الحشيش تما اللي ما عندوش شي لكمه شي ركبه ديال الحشيش ما عنده والو باروج طن جا خل قلت له ما دوما اخونا مبرجق على المفرق خليه ينعس صافي نعس خونا اش درتي لنا البارح قال لك انا لقيتك واحد بنت الناس عرفتي كي دايره ترى غزاله كي دايره الحشم وما تشهش الراس كذا قلت له هضر معايا صافي نقضيو معاها لافير فهمتي هنا راك عارف ناس الجبل الضرافه والحني صافي قال لي كون هاني اش غنرد لك مشى ويجا عاوتاني نفس القضيه في العشيه يعني بوك الرويد ما يدوروش قلت بلا ما ندوي مع اخونا جاي مبشق على المفرقه غد لي قلت ليش درتي مع هذه البارح هذه البارح وقع واحد البلان صاحبي مشكله صافي لو متعودي على البلان ما والو انت حنا دابا حنا في الدرب عندكم هنايا قلب قال لي شوف كاينه واحد البنت كتريح حدا الباب ديال دارهم ما كتفهفش ودري ويشا طلع حالو ما كتسخرش ليه دي مزيانه مشات على الطران في العشيه ثاني جاي هاد المره جاي منغم مزيان مدلي ديال بصح هو فينا فلان انت فيه انت كتهضر معاه وشوف الشرجم هنا مسافر عبر الزمان نفس الحاله يوميا بحال ما قال لي شوف ثاني جاي هناك الله قلت لي مالك كاينه وحده عندها 17 عام ترى شهبه والعوينات كاينه غير هي وباها باها غير فرح الا زوجها غير ارتاح هي مطقلاه انت غتزوج بها غديه تهنيه منها بخير اصاحبي اللي شوف هاد الطبع الله يقطعو لك انت شوف تانو نقطع والله تانو انت مرحبا ما غيقولش في هادشي صافي باها غيجي من الخدمه مع تسعود غادي نهضر معاه غادي نيغوسيو الاجواب يسير على الله باش نطلع فوق الجبل الدراري باش نزيط ليه باش نهضر معاه حتى هو تكون في قهوه ليه في طروال الادغال كنهضر معاه طن با باقي ما جاش من الخدمه ويقول لي يجي مع تسعود مع صونتي مع 12 باقي ما جاش عاد الوحده باقي ما جاش صافي رجعت راسي ريحت شويه كاتين كيجي مبجق على نفس الحاله نهار الجمعة غادي نمشي نتفاهم معاه على كارت ناسيونال على العباد مشيت قلت ليه باش غندير وقال لي حنا غاديين انت راه غندوز بعدا واحد الدرية الطرافة والحنية ها غتعجبك تيسير تنقول لي حنا باقي ما دزناش من حداه تيقول باقي ما غندوزو شي بقينا غادي حنا غندفن غير وصلنا الوزان فات مع الوريقات ديالها ورجعنا طن قال لي شوف ها ما لقيناش خارجة دابا شوف العشية انا غادي ما تخافش العشية ما غندخلش غنيغوسي معاك الاجواء حنا الجمعة شوف الحكاية كي غادي داز الجمعة حنا في السبت الدراري السبت قال لك هو غادي يمشيو غادي نباتوا عند جدو كاينين خوالو تما وخوالاتو تما كاينين البنات والعباس هانتما تشوف شي بنت ناس غتعجبك تما قلنا صافي قلنا لمسات اخيرا نقدروا نجيبوها صافي مشينا كذا تقديت معاهم عمرت كوفر للتواشر حنا نمشيو حنا نتدغلو شويه ويقول لي ها انت دابا غتعيش شوف حل عويناتك ولا شفت تبان لي واحد الدريه زوينه تقريبا في العمر ديال 18 سنه غادا مهبطه الحمار داير اللعيبه الزيف كذا هذا كتبان ترونكيل دري مهبطه الحمار في البواز وغادا اش بالك في هذه قلت لي خويا غمس مزيان عجباني ويمشي لبواها شي منى واش هادشي العيبات كدا ورجع عاد يقول لي انت اش درتي صمك هو مسح السناب ليكا ليه ما تليقش ديك هذيك التليفون كطلع تما الريزه والعيبات ما عرفتش مشى هبط الجبل هو لتحت تما مو قال لختو داروا الرقاطه في ديك الدرب صافي ما خرجوا حتى شي نتيجه الليل كامل ما جاش هو بعدا ما عرفت فين مشى صافي الصباح هو نتلاقى معاه قلت له ما درتش نوري قال لي دابا غنشوف واحد وحده طقت خويا سال الفيلم وطلعت كتبه صافي خويا صفر الحكايه ما بقيتش باغي نتزوج صافي اليوم الحد اليوم غادي نعفطوا الكازا غندخلو ان شاء الله بالليل صافي سيريت الحكايه نسالي تما الحبات قراها مشات لي راسي وانا مبقيتش باغي نتزوجو خليني بحال هكا ترونكي المهم خويا محمد الا كنتي كتشوف هذا الفيديو هذا واجي خذ الوراق ديالك راه بقاو عندي دراري وما بقيتش باغي نتزوج